الولايات المتحدة الأمريكية حركت واحدة من أعتى وأخطر أسلحتها الاستراتيجية على الإطلاق تجاه السواحل اليمنية، وذلك من أجل توجيه ضربات مباشرة على جماعة الحوثي. السلاح الاستراتيجي الذي نتحدث عنه هو حاملة الطائرات الأمريكية العملاقة USS دوايت آيزنهاور MT أندرسون. عبر الأقمار الصناعية كان قد وثق طبيعة التحركات الخاصة بحاملة الطائرات الأمريكية تجاه السواحل اليمنية، وتحديدا وبشكل خاص تجاه خليج عدن. وإذا ما لاحظنا هنا فإننا أمام مدمرة أولى قد ظهرت بالأقمار الصناعية، وهذه المدمرة هي من طراز أرلي بيرك كما تلاحظون، بالإضافة إلى طراد للصواريخ أمريكي آخر هنا قد ظهر في الأقمار الصناعية، وهي USS فيليبين سي. وهذا الطراد الصاروخي طبعا هو يرافق دائما وأبدا USS دوايت آيزنهاور العملاق. إذن أين هي حاملة الطائرات الأمريكية التي نتحدث عنها؟ هي كانت هنا طبعا أمامها المدمرة والطراد الصاروخي، وهي تسير في الخلف كما تلاحظون، وعلى مسافة 226 كيلومترا من صلالة في عمان، وتسير بسرعة كبيرة للغاية. ولاحظ هنا كيف أن الصور، إذا ما قمنا بالنظر إلى هذه الصورة، صورة مقربة لحاملة الطائرات الأمريكية ستجدها هنا، وها هي دوايت آيزنهاور. لاحظ بأنها تسير ومتجهة مباشرة إلى خليج عدن، وأمتي أندرسون كان قد وثق تماما طبيعة تواجدها السابق، حيث أن حاملة الطائرات كانت متواجدة هنا في الخليج العربي باتجاه طبعا إيران كما تلاحظون. مع بدء أحداث قطاع غزة أصبحت موجودة في هذه المنطقة بالقرب من مضيق هرمز، لتحمي أيضا مضيق هرمز في نفس الطريق أو في نفس الوقت، وأيضا لتوجيه ردع مباشر للجانب الإيراني. ولكن ها هي تتحرك مباشرة ووصلت إلى هذه النقطة، وتاريخ الصور من القمر الصناعي هي 16 ديسمبر، أي يوم أمس. اليوم هو 17 ديسمبر، ومرشح جدا اليوم أو يوم غد 48 ساعة القادمة أن تكون حاملة الطائرات الأمريكية متواجدة هنا في خليج عدن. وهذه التفاصيل أكدتها مجلة بوليتيكو الأمريكية عن طريق أحد المسؤولين الأمريكيين في وزارة الدفاع الأمريكية، الذي أكد أن البنتاغون قام في الأيام الأخيرة بنقل المجموعة الهجومية لحاملة الطائرات دوايت دي آيزنهاور من الخليج العربي إلى خليج عدن قبالة سواحل اليمن. والسبب الرئيسي لأن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بدأت تضع بحساباتها وبدأت تضع خيارات توجيه ضربة لجماعة الحوثي، بسبب أن جماعة الحوثي صعدت بشكل كبير في البحر الأحمر في مضيق باب المندب وكذلك في خليج عدن. وحاملة الطائرات الأمريكية التي نتحدث عنها هي ليست بالسفينة العادية أبدا، فهي تسير بالطاقة النووية يصل وزنها إلى 95,000 طن، مكونة من 22 طابقا، وتتسع ل5,000 شخص من القوات البحرية من الطيارين وغيرهم، وهي عملاقة للغاية. مساحتها تضاهي 3 ملاعب كرة قدم، وهي تحمل العديد من أنواع الطائرات، وهي في حقيقة الأمر هي تحمل الآن 60 طائرة من طائرات F-18 سوبر هورنت، بالإضافة إلى المزيد من الطائرات والمروحيات العسكرية. وحاملة الطائرات التي نتحدث عنها هنا لديها تجربة كبيرة في العديد من الحروب في منطقة الشرق الأوسط، على سبيل المثال حرب الخليج في عام 1990، بالإضافة إلى حرب أفغانستان أيضا في عام 2001، وكذلك غزو الولايات المتحدة الأمريكية للعراق في عام 2003، وصولا إلى العمليات العسكرية ضد تنظيم داعش الإرهابي. بالتالي حاملة الطائرات التي نتحدث عنها تعتبر سلاحا كبيرا وخطيرا ومهما بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، خاصة أن تحركت تجاه أي طرف، إن كانت تجاه إيران أو إن كانت تجاه اليمن كما نتحدث اليوم. وحاملة الطائرات هنا في ظل هذه الحسابات يعني بأنها ستكون متواجدة هنا في خليج عدن، وبالإضافة إلى ذلك ستكون هنالك المزيد من المدمرات المرافقة لها، الطائرات طبعا بكل تأكيد. وأيضا لا بد من الانتباه إلى الغواصة النووية الأمريكية السرية، ألا وهي USS فلوريدا. فUSS فلوريدا كانت في السابق عندما دخلت USS دوايت آيزنهاور إلى الخليج العربي كانت هي متواجدة هنا أيضا في الخليج العربي، بحسب ما أكدته طبعا بلومبرغ، مع حاملة الطائرات الأمريكية طبعا كانت متواجدة معها، وهذه تعتبر من الأسلحة الاستراتيجية المهمة للولايات المتحدة الأمريكية.
الأمريكية، وهي لا تعلن عادة الولايات المتحدة، من النادر جدا أن تعلن عن تواجد هذه الغواصة، وهي دائما وأبدا ترافق USS دوايت آيزنهاور. بالتالي علينا أن لا نستغرب أبدا إن سمعنا خبرا إضافيا آخرا في الساعات القادمة يوم غد أو في الأيام القليلة القادمة بأن USS فلوريدا الغواصة النووية الخطيرة أصبحت موجودة على السواحل اليمنية، وكذلك أن هنالك تطورا كبيرا أيضا باتجاه البحر المتوسط، حيث أن USS جيرالد فورد لا زالت متواجدة في تلك المنطقة، ولكن هنالك ثلاث مدمرات إضافية قد انضمت إلى USS جيرالد فورد، وبالتالي نحن أمام مدمرات كثيرة انتشرت في هذه المنطقة في البحر الأحمر، حامل الطائرات باتجاه اليمن، حامل الطائرات باتجاه إسرائيل وقطاع غزة، وبالتالي أصبحت النار مشتعلة هنا، أصبحت الحرارة مرتفعة هنا بكل تأكيد، وهذا السبب، والسبب الأكبر طبعا بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية أن تحرك حاملة الطائرات باتجاه جماعة الحوثي، كما تحدثنا بسبب تصعيد جماعة الحوثي تجاه السفن التجارية إن كانت المتجهة إلى إسرائيل أو غيرها بشكل عال للغاية. التصعيد ليس عادي بالنسبة لجماعة الحوثي، فجماعة الحوثي بحسب المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية لا وهو العميد يحيى سريع عن جماعة الحوثي، الرجل كان قد تحدث على سبيل المثال هنا في 48 ساعة الماضية، أكد عن استهداف سفينتين من سفن الشحن التي من المفترض أن تكون متجهة كما تقول جماعة الحوثي بأنها كانت متجهة إلى إسرائيل وقاموا باستهدافها، وهذه هي السفن التي ترونها MSC ألانيا وكذلك MSC بالاتيوم التي ترونها هنا، وهذه السفن واحدة منها فعلا قد استهدفت بالصواريخ واشتعلت فيها النار ولكنها لم تغرق، لا إصابات ولا قتلى، لكن طبعا وجهتها قد تغيرت. المثير بهذه المسألة بأن من التسجيلات الخاصة بحسب ماي شيب تراكينج توضح بأن على سبيل المثال MSC ألانيا التي نتحدث عنها هي لم تكن متجهة لإسرائيل بأي شكل من الأشكال، تلاحظ حتى من تاريخ تحركها على سبيل المثال في شهر نوفمبر هنا لن تجد العلم الإسرائيلي متواجد هنا، هي تتحرك بين الهند، المملكة العربية السعودية، جمهورية مصر العربية، وتذهب إلى الصين، إلى البرتغال، إلى بلجيكا، إلى المكسيك، هذه هي النقاط التي تتحرك لها هذه السفينة. وهذا تسجيل آخر أيضا من حركتها الماضية والسابقة بالساعات وبالتواريخ، لن تلاحظ العلم الإسرائيلي موجودا على هذه السفينة، ونفس الشيء طبعا بالنسبة للسفينة الشحن الأخرى التي استهدفت أيضا، ستلاحظ أن هنالك العديد من الدول الأفريقية هنا وكذلك إسبانيا، إيطاليا، لن تجد العلم الإسرائيلي موجودا بأي شكل من الأشكال، وبالتالي السفينتين المستهدفة ليس هنالك دليل واحد، لا إن كان من ماي شيب تراكينج أو حتى المارين ترافيك يؤكد فعلا بأنها كانت متجهة لإسرائيل. جماعة الحوثي تقول أنها متجهة لإسرائيل ولكن التسجيلات تقول قصة مختلفة، وهذا ما يجعل هذه المسألة دولية وليست فقط منحصرة بإسرائيل. وما هو خطر في هذه المسألة وأخطر حدث جاء من جماعة الحوثي هو ما أكدته القيادة المركزية الأمريكية التي أكدت بأنها تصدت للعديد، أن أحدى مدمراتها تصدت للعديد من الطائرات المسيرة القادمة من مناطق سيطرة جماعة الحوثي. نتحدث عن USS كارني التي أكدت القيادة المركزية الأمريكية أنها تصدت ل14 طائرة مسيرة كانت تهاجم سفن الشحن الموجودة في البحر الأحمر، لا بل إن حتى وزارة الدفاع البريطانية أكدت نفس المسألة وقالت بأن مدمرتها ألا وهي HMS Diamond التي انتشرت حديثا في البحر الأحمر اضطرت للتعامل مع طائرة مسيرة أيضا كانت تهاجم سفينة شحن أو سفن الشحن الموجودة في البحر الأحمر دون تحديد أي من السفن هي التي تقوم بمهاجمتها. كذلك جماعة الحوثي أيضا هاجمت إسرائيل بشكل مباشر بالطائرات المسيرة أيضا مؤخرا، وأعلنوا عن هذه المسألة بشكل مباشر، وهذه الهجمات في البحر الأحمر الآن غيرت من الظروف بشكل خطير في البحر الأحمر وفي مضيق باب المندب. فشركة ميرسك الدنماركية التي تم تأسيسها في عام 1902، هذه الشركة هي واحدة من أكبر شركات الشحن على مستوى العالم على الإطلاق في المياه الإقليمية، أعلنت عن إيقافها تماما للشحن في البحر الأحمر، وهو الذي غير الكثير والكثير من المعادلات، أي أن هذه السفينة الآن قد رفعت
من إجور الشحن بشكل كبير. وسابقا كانت عادة تنقل السفن أو تنقل الشحنات الخاصة بها عبر مضيق باب المندب إلى البحر الأحمر إلى قناة السويس، لتتجه طبعا إلى الدول الأوروبية وتذهب إلى إسرائيل إلى خليج العقبة طبعا بكل تأكيد، وأيضا تتجه على سبيل المثال إلى تركيا. هذه الحركة الخاصة بهذه الشركة ذهابا وإيابا، والآن توقفت هذه المسألة ذهابا وإيابا واتخذوا قرارا بأن تكون عملية التحرك باتجاه جنوب أفريقيا. وفي هذه المنطقة هذه الشركة الآن قد اتخذت قرارا بأن يكون الشحن بهذا الشكل عبر مدغشقر بهذا الشكل وبهذا الأسلوب، وأن تكون هنالك دورة طويلة حول قارة أفريقيا لتصل عبر مضيق جبل طارق وتذهب مباشرة إلى أوروبا أو تركيا أو حتى تجاه إسرائيل على سبيل المثال. وهذا يعني ضررا كبيرا على العديد من الدول. المسألة ليست مرتبطة فقط بإسرائيل، المسألة مرتبطة على سبيل المثال الموانئ الخاصة بالمملكة العربية السعودية، الموانئ الخاصة أيضا بالمملكة الأردنية الهاشمية وأيضا بإسرائيل. ميناء إيلات توقف تماما الآن في ظل هذه الأحداث. جمهورية مصر العربية، قناة السويس لم تعد فيها الكثير من النفع أو الحركة، السودان، أريتريا، تغيرات كبيرة للغاية. هذه الدول كلها الآن تضررت لأن الشحن قد تغير، أسعار الشحن بهذا الشكل الآن قد ارتفعت بشكل عالم من قبل هذه الشركة. وهذا يعني ببساطة عندما تصل هذه الشحنات بعد كل هذه الدورة الطويلة هو يعني ارتفاع الأسعار في أوروبا وارتفاع الأسعار في إسرائيل أو الدول الأخرى التي ذكرناها. وهذا يعني أيضا أنها مشكلة بالنسبة للدول الأوروبية بشكل عام. مضيق باب المندب أهميته لأوروبا كبيرة للغاية مقارنة بجنوب شرق آسيا أو بآسيا بشكل عام، وهذا هو الذي يجعل الأمور مختلفة تماما بالنسبة للولايات المتحدة. وجماعة الحوثي هنا نجحت فعلا من دون أن تقتل أحدا أو تجرح أحدا أو حتى أن تغرق سفينة بأي شكل من الأشكال، أم توقف كل هذه الحركة وأن تؤثر بشكل كبير في طبيعة الحركة السفن الشحن. وعلى هذا الأساس هنا جماعة الحوثي تمكنت فعلا من الوصول إلى ما تبحث عنه، وهذا هو الذي دفع الآن الولايات المتحدة الأمريكية أن تحرك حاملة الطائرات التي نتحدث عنها دوايت آيزنهاور لتبحث عن توجيه ضربة مباشرة إلى جماعة الحوثي، محاولة للحد من قدرات جماعة الحوثي من كل ما حققته وتأمين المنطقة بشكل عام. وهنالك حلف مرتقب وأعلام مرتقب من الولايات المتحدة الأمريكية مع 40 دولة أخرى عن حلف جديد ضد جماعة الحوثي في المياه تحديدا. وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن كان قد اتجه بهذا الشكل إلى منطقة الشرق الأوسط، إلى إسرائيل، إلى قطر وإلى البحرين في نفس الوقت. وذا درايف أكدت بأن سيكون هنالك إعلانا خلال هذه الزيارة عن عملية جديدة وهي Operation Prosperity Guardian، نتحدث عن عملية حارس الازدهار. هذه العملية ومثل هذه الأسماء عندما تطرح بهذا الشكل هي لا تعني بأن هذا الحلف سيكون دفاعيا فقط، وإنما ستكون أيضا فيها عمليات هجومية مرتقبة على جماعة الحوثي. وطبعا الحكومة الشرعية اليمنية بحسب قائد القوات البحرية اليمني من الحكومة الشرعية تحديدا كان قد ظهر في لقاء بهذا الشكل في إحدى القنوات اليمنية وقال بأن الحكومة الشرعية تحصلت على دعوة لتكون جزءا من هذا الحلف، ورحبت الحكومة الشرعية بهذه المسألة. وبالتالي نحن أمام صدام ليس بالعادي أبدا سيبدأ في داخل اليمن بين الحكومة الشرعية وجماعة الحوثي في ظل هذه التطورات الكبيرة. وجماعة الحوثي تصعد مع تصعيد إسرائيل في قطاع غزة، وهذه مسألة مهمة. فبالنسبة للجانب الإسرائيلي تمكن من اختراق الشجاعية بشكل كبير في شمال قطاع غزة ليصل إلى مقر كتيبة الشجاعية الخاصة بحركة حماس، وسيطروا عليها تماما وأصبحت هذه المنطقة مخترقة، حتى جباليا أصبحت مخترقة بشكل كبير. والجانب الإسرائيلي بدأ يتقدم بسرعة في ظل أيضا خسائر في نفس الوقت يتعرض لها من قبل الفصائل الفلسطينية الموجودة في شمال قطاع غزة والعمليات من السبيشال فورسز والقوات الخاصة الإسرائيلية مستمرة في خان يونس في ظل أيضا خسائر تتعرض لها بشكل يومي بين 7 إلى 10 من المقاتلين أو الجنود الإسرائيليين وحتى قيادات هم يقتلون في هذه المعركة. ولكن في نفس الوقت هم مستمرون في عملية التقدم في خان يونس ومستمرون أيضا في عمليات القصف الكبيرة التي تأتي على قطاع غزة. فهنالك تقدم قد تحقق من قبل الجانب الإسرائيلي بهذا الاتجاه باتجاه معبر رفح،
وباتجاه رفح، وهذا التقدم كانت قد أكدته الوور مابر مؤخرا بهذا الشكل الذي ترونه. لاحظ كيف تقدمت طبعا الجيش الإسرائيلي باتجاه رفح، وفي رفح هنالك قصف خطير للغاية تحدثت عنه وزارة الدفاع الإسرائيلية بهذا الشكل، نقلت الصور الأولية وقالوا بأنهم بدأوا بضرب نقاط بين رفح وبين جمهورية مصر العربية، ضربات هائلة للغاية، حتى كان هنالك تصويرا من أحد المواطنين الفلسطينيين لإحدى المواقع الموجودة في جنوب مدينة رفح في حي البرازيل كما يطلقون عليه، وهذه النقطة مدمرة بالكامل كما تلاحظون. ومن الصور نستطيع تحديد الموقع طبعا هنا، إذا ما اقتربنا من هذه اللقطة على سبيل المثال ستلاحظ بأننا أمام منارة للمسجد مميزة باللون الأبيض بطريقتها طبعا وبمعمارها أو بالطريقة الهندسية التي طبعا قاموا ببنائها. هنا نلاحظ ثلاث خزانات للماء باللون الأسود في هذا المبنى، وهنا أيضا مجموعة خزانات باللون الأسود كما تلاحظون، 1 2 3، هذا يعني بأن هنالك احتمال بأنها 6 خزانات باللون الأسود موجودة على تقريبا نفس الخط مع هذه الخزانات التي نتحدث عنها. وتلاحظ من الخط الآخر يأتي مئذنة وتأتي مئذنة الجامع التي تبدو نوعا ما بعيدة من هذه المنطقة. الصورة الأخرى إلى الشمال توضح لك مبنى مرتفع نوعا ما يأتي بموازاة مئذنة الجامع التي نتحدث عنها هنا بنفس الاتجاه تقريبا، وهي تأتي بهذا الشكل. وطبعا المبنى المدمر هنا تقريبا، هذه صورة مبعدة كما لاحظنا، هذا هو الدمار والنقطة التي ضربت كما قالت إسرائيل أنها تستهدف القيادات الخاصة بحركة حماس هنا. وبالتالي بأخذ بعين الاعتبار حي البرازيل في رفح وتفاصيل الجامع الذي تحدثنا عنه، إذا ما بحثنا عن هذا الجامع في هذا الحي تحديدا فأن الجامع الوحيد مع الحدود جمهورية مصر العربية هو هنا، وستلاحظ بأن مئذنة الجامع باللون الأبيض المميز بهندستها المعمارية هنا بهذا الاتجاه، وهذا يعني بأن قد يكون واحدة من هذه المربعات السكنية إلى الشمال هي المعنية بالتوجه ب 180 درجة بهذا الشكل. سنحاول أن نتوقف طبعا في هذه النقطة، وستلاحظ أن المربع الأول يتوافق تماما مع ما رأيناه قبل قليل. ستلاحظ بأننا أمام هذه 6 خزانات التي تحدثنا عنها، وستلاحظ تقريبا بأن الخزانات 3 التي تحدثنا عنها أيضا تتواجد هنا بهذا الاتجاه، وأيضا ستلاحظ في نفس الوقت بأن هذا هو المبنى المرتفع الذي تحدثنا عنه، الذي طبعا يوضح لك بأن هنالك نقطة منخفضة، وأن هنا أيضا المنارة الخاصة بالجامع كما أو المئذنة الخاصة بهذا الجامع، بالتالي تأتي بخط واحد وهنا بخط واحد، وبالتالي كل شيء متطابق مع ما رأينا هنا في هذه المنطقة تحديدا. وعلى هذا الأساس واضح جدا أن المبنى الذي نتحدث عنه هو الذي استهدف، هو يأتي هنا بهذا الاتجاه، هذا هو المبنى الذي كان مدمرا، وهذه مسألة خطيرة. تلاحظ أن النقطة قريبة للغاية من جمهورية مصر العربية هنا بهذا الاتجاه من خلال هذه الضربات وضرب هذه النقاط، طبعا سيدفع في نهاية المطاف بالأهالي بالنسبة للموجودين هنا في هذه المنطقة في مدينة رفح مع ضربات بهذا الاتجاه خاصة على الحدود هنا، فإن هذا قد يجعل طبعا المواطنين المدنيين المتواجدين في هذه المنطقة أن ينسحبوا طبعا إلى تل السلطان وإلى هذه المناطق المفتوحة التي تحولت فعلا نقطة للمخيمات بالنسبة للشعب الفلسطيني بشكل عام في قطاع غزة، وسيكون هنالك انتشارا كبيرا واضح في هذه المنطقة، وهذا يعني أن الجانب الإسرائيلي بدأ يفرغ هذه المنطقة شيئا فشيئا بضرب الجانب طبعا من الفصائل الفلسطينية وإخلاء المباني شيئا فشيئا لمحاولة السيطرة على رفح فيما بعد، قد تكون كمرحلة أخيرة بعد السيطرة على شمال ووسط وجنوب قطاع غزة وصولا إلى رفح، وهذا قد يكون أمر طبيعي بالنسبة لإسرائيل أن تحقق كل ذلك، لأن طبيعة الدمار كبيرة للغاية. بحسب الإيكونومست كانت قد تحدثت منذ بدء الحرب حتى يومنا هذا هنالك 43,000 مبنى قد دمرتها إسرائيل بضرباتها الجوية والمدفعية وغيرها، وهذا يعني بأن مساكن ل450,000 مواطن قد انتهت وقد دمرت تماما وشرد أهاليها، وبالتالي من الطبيعي تسطيح المربعات السكنية، يعني ببساطة لا حياة في قطاع غزة، ويعني بأن إسرائيل ستتقدم في نهاية المطاف